في هذا المخيم تعيش هلال علي نازحة من الحديدة، وهي أم لثمانية أولاد. يعمل اثنين من أبنائها في جمع علب البلاستيك لكسب قوت يومهم، بدلا من أبيهم الذي هو الآخر يعاني من مرض الكبد والطحال الذي أجبره المرض على ترك العمل. وتعيش هذه المرأة ذات 35 عاما ظروفا اقتصادية صعبة في مخيم الرباط الواقع شرق محافظة عدن، إذ باتت المعيلة الوحيدة لأطفال يعانون من المرض والحرمان والفقر ولا يجدون قوت يومهم. فالفقر يبات في عيون أطفالها ويعشعش في ملابسهم وفرشهم وينهش حياتهم، فلا غاز ولا كهرباء، ويضيف الماء بؤسا فوق ما في الحياة من ألم. أنا أم لثمانية أطفال، يعني ظروفي صعبة، ما بش ما يعني أبسط الأمور، دب غاز ما بش عندي، ما فيش بيت فيه دب غاز إلا أنا بيتي ما فيش دب غاز. أوقد يروح عيالي من القمايم يجمعوا لي أكياس، يجمعوا لي بلاستيك، أوقد إذا وقع لنا كيلو رز ولا كيلو دقيق الحمد لله نصلح. أقسم بالله أظن حنا نفطر نتغدى الساعة 4، نجلس لما اليوم الثاني الساعة 4 نتغدى، يعني ما فيش غذاء، ما فيش خيمة، ما فيش مكان ظلة، ما فيش برود للطفل. وبني آني من اللحمية هنا قالوا لي يمكن تكون سرطانية. الظروف الاقتصادية الصعبة دفعت هلال إلى الانخراط بدورة تدريب في مجال الخياطة والتفصيل في المخيم، حيث باتت محط إعجاب من صديقاتها المتدربات لما تتميز به من مهارة في العمل، وتأمل في أن تصبح أكثر مهارة في عملها وتزيد في إنتاجها للتخفيف من أعباء النزوح المؤلمة. انطرت أني أخرج للخياطة، أنا من صعب الحال، زوجي مريضي، أنا من الكبد والطحال، وأنا يعني ما فيش ما أي مادية، يعني لو حصلوا وجبة واحدة في اليوم عيالي غصب 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 بعد قتال، ما فيش أي حاجة، يعني الظروف صعبة صعبة صعبة، لا إيواء، لا سكن زي الناس، لا مي نظيف، اليوم ما فيش بيئة نظيفة، القمامة جنبنا، يعني ظروفنا صعبة صعبة مرة. حسبنا من الله شيء وكان فتح لنا هذا المجال الأمل ودخلنا وتوفقنا والحمد لله. هذا الروب أول خياطة لي، إن شاء الله حافظ عليه طول عمري. دخلنا المعمل عشان نفتح معمل وإن شاء الله بإذن الله نحقق أمنيتنا إحنا إن إحنا نصير خياطين بالمستقبل. أصلا المخيم هنا تعب، نشتي نحقق أمنيات أطفالنا. هلال ليست وحدها من يحدوها الأمل للحصول على عيش كريم، فهناك أكثر من 417 شابا وشابة من أبناء المخيم تدربوا على مهن الخياطة والسباكة وصيانة الكمبيوتر بغية تأهيلهم للانخراط في سوق العمل داخل المحافظة التي نزحوا إليها على الرغم من شحة الإمكانيات والاحتياجات. والآن تدربت في مخيم الشوكاني خياطة، وزوجي بلا شغل، والآن أخيط قزمات وأخيط ملابس الحمد لله، بس نعاني من الأمطار لأني أخيط ملابس الناس وأرجع في نفس الوقت بدل ما أستفيد من الخياطة أضطر أني أبدل لهم وصل من الأمطار ومن الفيران، والله أن بيتي شماط لكنت تشوف الآن، يعني والحمد لله شكرا للشوكاني ما علمنا الخياطة. وتلعب مؤسسة الشوكاني دورا كبيرا في إيواء وتأهيل المئات من النازحين القادمين من مدينة الحديدة المتوترة عسكريا، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية استطاعوا من خلالها المشاركة لاكتساب حرف مختلفة لأجل إعالة أسرهم وتوفير احتياجات أطفالهم. وتعتمد المؤسسة بشكل أساس على المعونات التي تقدمها منظمات إنسانية وبعض الإعانات الحكومية في وقت يعاني المخيم من قلة فرص العمل وأزمات مالية. فهنا نقوم بتدريب النازحين من حيث السباكة وأيضا صيانة الكمبيوتر، أيضا قمنا بتدريب بعض النازحات من خياطة وكوافير، أيضا أشغال يدوية، وقمنا بتدريب أو تأهيل ما يقارب إلى 417 متدرب أو متدربة، وأيضا قمنا بتوزيع بعض المكائن لبعض النازحات حتى يقوم بتمكين أنفسهن وخدمة أنفسهن في بيوتهن، يكون معززات ومكربات في بيوتهن ولا يكون يعني تكون عالة على أحدا. المشروع سيسهم في تقليل اعتماد هؤلاء على المعونات الحكومية والإنسانية وفي تحسين أحوالهم المعيشية وتنشيط سوق العمل، وهو استكمال للعمل الجاد الذي تقوم به مؤسسة الشوكاني ومثيلتها في محاربة الفقر والحد من البطالة في أوساط النازحين، حيث تعد من أكثر المشاكل تفشيا في المخيمات.